لما بتيجي في التجاره الداخليه تعمل المشروعات دي وتحتاج فلوس عشان البنيه التحتيه فيما يتعلق بتنميه التجاره الداخليه. عندنا احنا اشتغلنا في تنميه التجاره الداخليه بقطاع بمفهوم المشاركه مع القطاع الخاص بحيث بتقوم الوزاره او جهاز تنميه التجاره الداخليه بعمل البنيه الاساسيه للارض بمعنى صح التسويه والكهرباء والميه وحضرتك عارف اكتر مني او الناس اللي مستمعين عارفين بحيث تبقى كل حاجه موجوده صحيح. ثم بندي الارض حق انتفاع لمده 25 سنه او 35 سنه او كذا بناء على طبيعه المشروع. القطاع الخاص بيقوم بعمله وبيقوم بادارته وبدون معامله. حتى في بعض الاوقات زي ما داخلين مثلا في المخازن الاستراتيجيه اللي احنا بنسميه اوف تيك اجريمنت ان هو بيعمل كل حاجه وانا بتاجر منه واخد منه خدمه. هذا الموضوع ومشاركه القطاع الخاص مع الحكومه في مثل هذه البنيه الاساسيه كله استفاد. كله استفاد.